بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعلى اسمه وذكره نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى دائما ودوما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. نحييكم مشاهدينا متابعين الكرام بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذا الموقع الرياضي من ميدان الخزنة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نحييكم في هذا الملتقى، ملتقى الأصايل بشعارات الأصايل بالسلالات الغنية دائما عن التعريف الذي تدفعها إلى بر الناموس، وبر هناك أيضا الانطلاقات المميزة. نلتقي في يوم السبت الموافق 27 من شهر يناير لعام 2024. بدينا في سنة جديدة، بدينا في موسم جديد هنا أيضا في هذا الانطلاقات والتحديات. ورياضة الآباء والأجداد هي المستمرة، هي العمود الفقري هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا. شكرا لشيوخنا الكرام، شكرا على هذا الدعم، شكرا على هذا الدعم لهذه الرياضة. فإن كان يدل على شيء فيدل على حبهم واهتمامهم وحرصهم لرياضة الآباء والأجداد. شكرا هنا باسمي وباسم الحاضرين المتابعين المراقبين العاشقين دائما لهذه الرياضة هنا. هناك أيضا انطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الأول للمحليات الأصايل لسن اللقاية. مباشرة نسير إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة الأولى، هذه مخلابة مبارك بن حميد من يتقدم على الصدارة الراشدية على مقدمة هذا الشوط ويقدم لنا السلالة الشاهينية. بينما المركز الثاني الغدوم من غية علي بن عبيد بن محمد الشامسي اللي احتلت المركز الثاني، النغلة إلى المركز الثالث. أوهو يا زعفرانه القادمة الواصلة في هذه اللحظات، هي من احتلت وصيفا للناموس هناك في عاصمة الميادين قبل أسبوعين. تأتي هنا في شوطنا الأول زعفران عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري الذي يقدمها هنا في هذا المسار بقيادة راعي العورة. بينما المركز الرابع الوصول والتقدم مشاهدينا متابعين الكرام مشغلة حميد بن حمد الشامسي أهالي العين، أهالي العين المركز الثالث. القدوم في هذه اللحظات يا سلام يا سلام يا هو قدوم الواصلة هنا أيضا سرابة أحمد بن حميدي بن عبد الله بن عبد الشامسي. هكذا النتيجة هنا في هذا المسار الجميل، في هذا الانطلاق المميز. هناك أيضا انطلاقاتنا دائما هنا وتحدياتنا مستمرة في هذا الشوط وفي كل أشواطنا في كل تحدياتنا والانطلاقات المميزة. أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة الأولى. السنة الأسواق مرتفعة والركض مفتوحة أبواب عند حكام اللهم سمعة، والركض كل انتباهاب دور اللي هي مهوب من قطعة ليتشابه ركض العدابة. لو تفحمها شهر سبعة ما تعرف التيم وقيامة، في النهاية تيك من دفعة دوم عن ناموس كسابة. هنا نعود إلى الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشوط، هنا افتتاحية هذا الشوط، انطلاقية هذا الشوط ما بين غية ما بين هناك أيضا مخلابة وزعفرانة، مخلابة وزعفرانة هنا في هذا المسار في هذه الأجواء الرياضية هنا، الأجواء المميزة التي دائما يحتضنها هذا الميدان الذي يعتبر من أقدم الميادين وأغواها وعتها في تحدياتها في دولة الإمارات وفي الخليج بشكل عام. هناك أيضا في هذا المسار منبع الأصايل ومنبع السبق المركز الثالث
على المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. القادمة هنا الوصلة الدانة، وصلت الدانة، حمد بن غفار بن سلطان الخيلي يقدم لنا الدانة هنا، أول اشتراكاتها، أول تحدياتها، ولكن الوصول من غية. وصلت غية علي بن عبيد بن محمد الشامسي يقدم لنا غية، وانطلاقة غية في تحديات مثيرة في هذا الشوط، في هذا المسار. الله الله، ياهو شوط، ياهي تحدي، ياهي انطلاقات. البداية وين؟ الصدارة وين؟ مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام. هناك زعفرانة اللي احتلت المقدمة، زعفرانة احتلت الصدارة الأولى، عبيد بن حمد بن عفسان المنصوري يقدم لنا زعفرانة في هذا الانطلاق، في هذا المسار. الكيلو ونصف الكيلو عن خط نهاية، عن ناموس هذا الشوط، عن مسار هذا الشوط، عن تحديات هذا الشوط، ما بين زعفرانة وما بين، أو هناك أيضا مخلابة، هذه مخلابة، مخلابة اللي احتلت المركز الثاني في هذه اللحظات. مبارك بن حميد الراشدي الذي يقدم لنا مخلابة، 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 سلالة شاهينية على المركز الثاني. وين وصلنا؟ هناك شرفنا على الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير ما بين مخلابة، ما بين زعفرانة هنا في هذا المسار. ما شاء الله على هذا العرض الجميل والأداء المميز هنا في هذا الانطلاق المميز دائما في كافة الانطلاقات. الله 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 الله، على هذا الرقص الجميل، على هذا الأداء المميز. هذه مخلابة، هذه مخلابة، وهناك أيضا زعفرانة، زعفرانة، عرض جميل ما بين الثنتين، عرض جميل ما بين الثنتين، ومهجانات على الأبواب، الختاميات على الأبواب. هناك أيضا هنا في هذا المسار لمن ناموس هذا الشوط، ما بين هالأسماء، ما بين هالشعارات، أهالي العين، أهالي العين مسيطرين كل السيطرة هنا في هذا المسار الجميل. هنا الخمسمية متر الأخيرة الخطيرة والمثيرة في الانطلاق هنا في هذا المسار الجميل والتحدي المثير. زعفرانة، زعفرانة، زعفرانة راحت تسللت هنا. عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري من يتقدم على الصدارة الأولى، يتقدم مع المركز الأول هنا. يسلم، تهانينا، تهانينا والناموس لك يا أبو محمد. هناك أيضا ومشكور يا راكان يا أبو عبد الله هنا في هذا، هناك أيضا راكان أشعل البركان هناك أيضا في هذا الانطلاق. تهانينا والناموس، لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، والتهنئة لابو محمد هناك أيضا وين ما كان. المركز الثاني مخلاب مبارك بن حميد الراشد، المركز الثالث، المركز الثالث هناك أيضا لسعه مانع، مانع بن علي بن حماد الشامسي هنا أيضا. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، تهنئة هنا أيضا أعزائي المشاهدين من محمد بن سلطان بن كلثم، وسلطان بن محمد بن سلطان بن كلثم الأخيلي لعبيد بن حمد بن عبصان المنصوري على المركز الثالث. وصول من هناك أيضا، قلنا شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الرابع وصول من قية علي بن عبيد بن محمد الشامسي. توقيتنا 8:12 بالوفاء والتمام.